السلام عليكم. عندنا حاول ينتحر، دار محاولة ديال الانتحار أخرى في عين حرودة، ودابا دار محاولة أخرى، لكن المشكل ديالو هو الظروف الاجتماعية ديالو مقاسية بزاف. علاش دابا عندهم دار صغيرة شوية في الكاريان شوية، وباقا كتخدم عليهم ومجوجين هما في الدار ديالهم، هو ما عندوش فين يسكن، الحالة المادية ديالهم ضعيفة بزاف، هو مسكين ما عنده ما كيخدم ما والو، ما عندوش فين يخدم. الله سبحانه وتعالى يعفو عليه ويهديه إن شاء الله تعالى. لكن شي محسن يعاونوا شوية، حيت الحالة ديالهم حتى هي شوية ضعيفة، وحطمت ليه النفسية ديالو، راه هادشي اللي دايروا وراه النفسية ديالو محطمة بزاف، ومسدودين ليه البيبان. طلبوا الله التيسير لكاع المسلمين. أنا قبيلة جاي من الخدمة، قالت لي الوالدة سيجيب لي اللحم. كمل. قالت لي الوالدة سيجيب لي اللحم من 15، مشيت جبت اللحم، ملي تميت جاي بان لي خونا هذا معلق هنايا، هربني يا صاحبي اخويا، تخلعت انا والله ما نكذب لك، تصدمت اخويا، كنت منه السلطات اخويا تشوف هاد خونا هذا لي لزدق ميت يا صاحبي، كيبان لي مريض واقيلا انا والله اعلم، والله يدير شي تاويل ديال الخير اخويا، الله يعاونكم.